يا جماعة الخير، أقسم بالله العلي العظيم إن السعودية من أشد القلقين والمرعوبين من الحراك الشعبي الذي جرى في صنعاء مؤخرا بمناسبة أعياد 26 سبتمبر أو ثورة 26 سبتمبر. السعوديين أو النظام السعودي يخشى من أي ثورة ضد الحوثي، ولذلك حتى يبرر للحوثي يستخدم القوة المفرطة بقمعهم يقوم يتعاطى تعاطيات إعلامية تضر بهم. شوفوا، أول شيء اسمعوا التقرير وأنا بأشرح لكم إيش هي المزناوة والقدارة السعودية. اسمعوا. سيد عبد اللطيف، كما أشار السيد شرم إلى موضوع ربما إيجاد توجيه لهذه الفئة التي ظهرت وتحدثت عن موقفها وقناعاتها ربما الرافضة للوجود الحوثي وادعاءات الحوثي، هل من قنوات اتصال ما بين الحكومة الشرعية، هل هناك احتواء تلبية احتياجات في ظل الوضع المعيشي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أختي وللإخوة المشاهدين. في البداية تحية سبتمبرية خالدة مجيدة، وتحية لأبناء الشعب اليمني الأحرار الذين يواجهون هذه الميليشيات اليوم من معقلها في العاصمة صنعاء، وهؤلاء هم الأحرار الذين نعول عليهم كثيرا. وبالنسبة للحكومة، أنا أعتقد أن الحكومة لن تقصر في شيء، وخصوصا في من سيقوم بمواجهة هذه الميليشيات الإنقلابية. هنالك تواصل مع الداخل، هنالك جهاز الاستخبارات أيضا لديه القدرة على التواصل مع أبناء الداخل. أنا أعتقد أن شفتوا، أقسم لكم بالله إن السعودية تبرر للحوثي وتعطيه المسوغات القانونية حتى يقمع من خرجوا ضده. بيقول لك الحكومة معها تواصل استخباراتي وقادرة. يا رجل يا رجل، ما انت قادر تصلح أوضاع العملة؟ يا نظام آل سعود، لا تخلونا نلعن والديكم، اتركوا الشعب يثور. انتوا شتتوا معركة اليمنيين ضد الحوثي، ما في حكومة معنا، كبلتوها مجرد واجهة، عملتم لنا ميليشيات، يعني أضفتم فوق مشكلة الحوثي يعني 20 مشكلة، انتقالي، عفافيش، يعني عمالقة، يعني نخب، حضرمية، شبوانية، ومدري إيش ميليشيات، من أجل فقط تمنعونا من الانتصار على الحوثيين. ولما رجال الله كانوا على أبواب صنعاء بيطرقوا أبواب صنعاء في نهن، يعني السعوديين عرقلوا معركة اليمنيين وقتلوها بإحداث الفتنة، وجعلوا الإمارة في الواجهة على أساس أنها هي اللي جالسة تعبث ويتعمل بغطاء السعودية اللي قادت التحالف، حتى قتلوا معركتنا ضد الحوثي. الجيش الوطني الذي قاتل الحوثيين من صدق، يعني زلجوا أبوه ضربات بالطيران ومكنونا خاطئة، حاربوه بالرواتب، سخروا منه وصفوه بالجيش الإرهابي لأنه فقط كان بيطرق أبواب صنعاء. جن جنونهم، عملوا انتقالي، عملوا عمالقة، عملوا طارق لما الرجال قد كانوا في نهم، يعني شتتوا الجهود وأسقطوا العاصمة عدن بأيدي ميليشيات الانتقالي. تخيلوا، عاصمة الشرعية ومقرها القصر الجمهوري أسقطوا حتى تصبح القوات في مأرب وفي نهم، يعني خلاص ما معها سند قانوني وشرعي، سقطت الشرعية لما يعني ميليشيات انفصالية تستولي على القصر الجمهوري بعدن وتطرد رئيس الحكومة ووزير الداخلية الميسري، خلاص أصبحوا في مأرب ونهم، ظهورهم مكشوفة، خلاص ما عد لهم مشروعية بقتالهم ضد الحوثي، لأنهم يعني متكئين بظهورهم على شرعية بلد باسم عاصفة حزم وتحالف. ولذلك السعوديين قتلوا معركة اليمنيين ورجعوا المعركة كلها داخل مأرب، والآن الشيوخ تفاهموا مع الحوثي ويبقوا الوضع هكذا، لا حرب منتهية ولا سلام عادل، نظل ما بين الحياة والموت. والأيام الماضية لما حصلت حركة بسيطة شعبية بالشوارع ورفعوا الأعلام بأب وصنعة، رأيتم ماذا تقول الحدث، وأنتم دارين والسعودية دارية إن الحوثي يقمع الناس بذريعة التخابر مع العطوان، بذريعة إن هذولا يخدموا العطوان، وأنتم دارين والسعودية دارية. لذلك يطلعوا بالحدث سفهاء وأولاد 77، أنا ما عاد أشياء غلط ولا أخرب الفيديو هذا وأشوهه، يقولوا ولدينا تواصل والاستخبارات. ما انت قادر توحد جهود الميليشيات اللي عندك، كيف لا ما اليوم قد عندك قدرة على التواصل الى صنعاء مع شباب خرجوا طوعا ضد الحوثي وبعفوية ورفعوا الاعلام؟ من اين جت لك القدرات هذه؟ ما لو جت لك القدرات هذه انك فصيل واحد، شرعية واحدة، مش 20 جيش والجيش الوطني مهمش وميليشيات تقتتل بحضرموت بشبوة بسقطرى بعدن زي ما قلت لكم بالفيديو، طردوا الشرعية، كيف لك اللي قادر وتقول الاستخبارات عندها تواصل؟ الغرض يا جماعة الخير يعطوا مبرر للحوثيين انه يقمع
من خرجوا بصنعاء. وانظروا هذه تغريدة العماد والحوثيين الآن كلهم يتداولوا هذا الفيديو. أقسم بمن أحل القسم والذي رفع السماء بلا عمد، والذي خلق محمدا وقال له قم فأنذر، والذي بعث محمدا بالحق، إن السعودية تدعم الحوثي وإنها ضد أي ثورة ضده، لأن له ثورة ضد الناس خلاص انتهى ذرايع السعودية، انتهى ذرايع الإمارات، يعني خرجوا من المولد بلا حمص، انتهت الذريعة، هي قد انتهت أصلا بتفاهمهم مع إيران ولقاءهم بالإيرانيين وقد سدوا، فما بالكم لما الحوثي يخلع شعبيا. الحوثي لا يريد حسم المعركة، لا، وهو عاجز أصلا، مش قصة أنه يريد ولا ما يريد، هو عاجز، رغم أن السعودية والإمارات تآمروا 9 سنوات وسهلوا له للقضاء على الجيش الوطني وقتلوا الأبرياء بمناطق الحوثيين بالصالات وقاعات العزاء علشان يعملوا له حاضنة شعبية ويحشد المزيد من المقاتلين والقبائل لقتال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إلا أنهم أيضا فشلوا. شايفين كيف؟ والآن الحوثي قاد راضي أن السعودية تضمن له الرواتب. لا تصدقوه لما يقول لطالب بخروج القوات الأجنبية ورفع اليد السعودية عن اليمن، إذا هو يطالب السعودية ترفع يدها، ليش بيطلب رواتب؟ ليش بيطلب رواتب عبرها وإن تضمن الرواتب؟ طيب فرضنا خرج على طلب الحوثي، الشرعية بترفض تتفاهم مع الحوثي وبتوحد الكيانات اللي يعني أنشأها التحالف لقتل معركة اليمنيين، ده يتوحدوا وهجموا على الحوثي، وهذا ما لا يريد التحالف. وعندما بدأ حركة شعبية بصنعاء، شوفوا كيف تحرض قناة الحدث، يطلعوا واحد سفيه قدم منسقين معه قول كذا وكذا وكذا علشان الحوثيين يلقوا ذريعة يدعسوا هذول اللي خرجوا يتظاهروا ويعتقلوهم ويقولوا انهم مدعومين من العطوان. يفترض ما دام الحوثي قد وفد وراح للسعودية والسفير السعودي راح لصنعاء من قبل، يفترض ان هذه ما تكون لغة الحدث لمن يفهم بالسياسة ويقرأ ما بين السطور. ارجوكم يا جماعة كونوا ركزوا في تقارير تشوفوها عادية وهي ورب يعبد ملغومة، اخطر من السم الزعاف، ملغومة جدا جدا، يعني مش كذب، انا اكلمكم جد، يعني ملغومة بكل ما للكلمة من معنى. شوفوا كيف يجيبوا التقرير هذا، المقابلة هذه، ولدينا تواصل بالداخل. الآن العناد، قيادة الحوثي، المسيرة، قناة الهوية، قناة اليمن اللي تبع الحوثيين، قناة عدن، قناة سبأ، كلهم يتداولوا هذا الفيديو. إذن أصبح هناك مبرر، وفي متعصبين مع الحوثي كثير، مبرر إنهم يقمعوا أي ثورة وتسيل الدماء للركب، لأنه يقول لكم شوفوا هذا الدليل، هذه قناة الحدث بيدعموا العطوان، وهو يفترض إن هذه ما تكون لغة الحدث، وقد في مفاوضات ووساطة عمانية بين السعوديين والحوثيين. يا جماعة ركزوا معي، ركزوا معي، هم يدوروا لأبواق هذه الأيام تدعم جهود التسوية والتقارب الحوثي السعودي. كيف لا من اليوم فجأة بدأوا يحرضوا هذا التحريض فقط من أجل فقط يبرروا للحوثي يقمع المظاهرين، من أجل يدعس المظاهرين ويقضي عليهم قضاء مبرمة. لما المؤمري تكلم ضدهم وأحمد حجر هذا حرضوا 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 وعملوا تقارير، والحوثيين استغلوا التقارير هذه. يا سعودي استحي على نفسك، قدك يعني منعت اليمنيين من حسم معركتهم، شتت الشرعية، جعلت العملة تنهار، كبلت اقتصادنا، المطارات، الموانئ، كل شيء، خلت الشرعية مكبلة هكذا وجزر متناثرة وميليشيات متناحرة، ليش عادك تحاول انك تبرر للحوثي يقتل اي نفس ثوري داخل صنعاء؟ ليش تركوا الناس يثوروا؟ ما احنا دارين بكم انكم ضد ثورة ضد الحوثي، لانه جزمة من جزماتكم، نعم، لانه ذريعتكم، انتم خايفين عليه. ليش ما تتركوا اليمنيين وحالهم؟ ليش تركوا اليمنيين وشأنهم؟ خلوا الناس يعني يثوروا، لا تظلوا تحرضوا بإعلامكم تعطوا الحوثي مبرر، مع انكم قد سديتوا انتم وياه. الحوثي اذا هو رجال هذا التقرير حق الحدث يرد عليه بصواريخ باليستية يورينا مراجله، يقول اذا انتم بتحرضوا وانتم مش راضين تدوا الرواتب عدن ما قد سدوا. يفترض ان الحوثي يرفض هذه اللغة اللي تقولها الحدث، لكن لا، طرحتوه بالعكس، هل من مزيد؟ زيدي يا قناة الحدث عملي تقارير، اعطونا مبررات ندعس المتظاهرين ونقول هذولا تبع العطوان. ألا لعنة الله عليكم يا آل سعود، بحذاتي وحذات كل يمني حر، أقسم بمن رفع السماء بلا عمد إنكم با تدفعوا الثمن غالي يا أولاد.